وايد فاير. سعداء جدا جدا بتواجدهم في مصر. البطوله رائعه جدا، بطوله صعبه فيها منافسه قويه، ولكن في النهايه هم سعداء بتواجدهم هنا وتعالوا سعداء بالتنظيم جدا. Happy we're here and we're really really happy about this win. We needed this win. First of all, I would like to correct you. The name is Kampala. فريق كامبالا ده هو فريق الكرة الطايره، مش فريق غير فريق كامبالا سيتي اللي هيلاعب النادي الاهلي في بطوله افريقيا لكره القدم. وضحت ده وقالت بخصوص الاقامه في مصر، بتقول الاقامه ممتازه جدا، واتمنى دايما يكون كل مره في تحسن اكتر واكتر. الفريق مبسوط، مش مشاكل، وكله تمام في البطوله. Even if we lost, we'd still be happy. We were always here to celebrate. دايما سعداء، دايما سعداء ايا كانت النتيجه، حتى لو اتهزموا. ولكن وده طبعا بالنسبه راي رئيسة البعثه. بالنسبه لمديره الفريق بتقول ان هم دايما دايما املهم ان هم حققوا مركز احسن ويتحسنوا. هم ده اللي عملوه النهارده بفوزهم، وان هم كده يقدروا يلعبوا من المركز التاسع للمركز ال 16. فهم سعداء لكده ان هو في تحسن في اداء الفريق. To play a good game. The boys really put up a good show. I wish it was Kampala Amateur. تمنى نادي كامبالا اللي يفوز بيها، ولكن ما فاز. قالوا الاول ان يعني يتمنوا الفوز الافضل، ولكن هم اعتقدوا ويتمنوا النادي الاهلي هو اللي يفوز. Yes. We wish the host the best. Competition is okay. The organization is perfect. Everything seems to be. بيتكلموا عن البطوله مبدئيا، يقولوا البطوله قويه جدا، فيها منافسه بين الفرق. اتكلموا عن التنظيم، وبيقولوا ان تنظيم البطوله اكثر من رائع. يعني المدير الفني للفريق بيقول انا من وجهه نظره دي بطوله من افضل البطولات اللي شافها، يعني حضرها هو من الناحيه التنظيميه. بيتكلم ان في منافسه شرسه بين الفرق، ودي حاجه بتفيدهم كتير. The organization has been brilliant. We have no complaint whatsoever. Well, we are actually very happy. في اول مباريات كانوا مستواهم قليل وما ادوش مباراه قويه. قال انهم كانوا محتاجين الفوز ده، وكانوا محتاجين الفرحه دي. عشان كده لما الفوز جه النهارده كان في فرحه كبيره جدا، خصوصا ان هم عايزين يعلوا من مركزهم في البطوله ويحسنوا منه. وبيتمنوا طبعا في كل فتره يزداد مستواهم. Yeah. I have no doubt Al Hilal is going to win. انا ما عنديش شك ان الاهلي هو اللي يفوز بالبطوله، هو المرشح الوحيد اللي يفوز بيها. وبيقول ان كل دعمنا هيبقى وراه، واحنا كلنا بنشجع النادي الاهلي. You have 100% of our support. ما زلنا منتظرين مع حضراتكم.